اللعيبة، يا لهوي يا لهوي على الويب. ايه ده؟ بص اللي طلع ده على طول، ده طالعين يا اسطى ثلاثة يا اسطى. دمك اللي بعده، ما انت دماغك وروحك مش فيك، انت اللي فيك وفيك شيطان. يا نهار ابيض يا مازن، هذا يا عمايل اللعيب. ايوه هو لاعب سلاح وانا ما لقيتش. يا بنتو يا ابن الفيكتو، شوف بس يا مازن، خد يا عمري انا، عايز اي حاجه اي حاجه، هات يومي بيه، هات يومي بيه عشان الفيديو يا عم يحرق ابوها. شوف خد اصل اصل الله. يا خلاص انا معايا تلوع العيال يا مازن. مازن انا داخل سيد دلوقتي يا مازن. يا نهار ابيض يا مازن، انا بجيب بالجوز وبعمل حاجات يا اسطى. انا دخلت لقيت 8 ولا 20 واحد جوه، مش عارف اضرب مين ولا مين. اعملوا ايه يا جدعان جوه؟ عيش فيست وين؟ اطلع انا قدامك وعلى الشمال على اليمين قدامك على طول. يا ابن الفيكتور، بس 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 سيكا سيكا ماما ربيعة. تعالى كده خش لي جوه، عايز اطلع ايه يوم جاي. يا لهوي بص اللي طلع ده على طول، ده طالعين يا اسطى ثلاثة يا اسطى. دمك اللي بعده، دم يا ابن الفجر. اللي بعده اللي بعده ايه يا عماير؟ ايه يا عماير؟ ده شكل يا اسطى، ايه ده شكل والله، ده شكل مش عارف جبته امتى وازاي هو مع مين ومين تبع مين وانت ابن مين واحنا ابن مين يا اسطى. بجد العماير بيحصل فيها كل ده؟ ولا نايم كل ده؟ ولا نايم هناك في المدينه؟ مش الكلام بدماغك اللي عامله شبه الدومه دي، اسمع الكلام. اضرب كده مازن وراها بقى. ماشي سيبكش حبيبي قال العيال، طلع زميلي. يا نهار اسود على دمه يا جدعان. فين هو؟ فين 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 فين؟ دخل دخل اهو. زيبكش فقع كده وانت اسوخ ما بتسمعش. وقع كده فنش ده وقع يالا. انت عارف الكلام ده تاني يا اسطى. 16 كيل يا اسطى، ايه ده يا اسطى؟ ده يا اسطى في حاجه غلط بجد، والله في حاجه غلط بجد. العمايل فيها حاجه غلط، انا ما كنتش بعمل كده في المدينه. يا ايه ده؟ الحق الحق ده. ماشي ماشي ماشي، خي 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 على كبير. حامد انا اتدمشت جامد ده. ايه ده يا مازن؟ ايه ده يا مازن؟ دم بلا والله. فضل واحد يا مازن، على هادي على هادي على هادي يا ابن الاسطوره. واد جاي ها، ثانك يو. بس هدي عضلات هدي عضلات كده، ده شد بلاستر كده يا اسطى. لو كنت جبتهم انا كمان كان هيبقى معايا 21 كيل. عربي يا رب، ياما قوي عليا. عكس ايه؟ بتعرف تخلع؟ بتعرف ترجع؟ انا عارف ارجع يا اسطى. انا لازم الجيم ده لازم ابش بغباء يا اسطى، لازم اكسر الرقم. يلا يا اسطى نط معايا. بس اكون ايد يا اسطى، انزل انزل تحت. غلطه السودا واتنط. تعال الباشا تعال الباشا. طب يا اسطى سميه ايه ده بقى؟ داخل يفنشني انا يا عم، داخل يفنشني. طيب يا فهد، كل ده كناش بنصور. الله ينور يا فهد، مش تقول لي يا فهد اللي انا ما كنتش بصور. انت فضلت تلوك معايا نسيتني. اتاكد بقى ان انت بتصور. لا يا عم اتاكد. اطلعوا يا رجاله، طلعه حلوه تكفي 500. تعال خش على جيبك. اللي بعده يا استاذي، طفنش على طول يا استاذي. اللي بعده يا استاذي، النهارده يوم السقعه بس يا ولاد، يوم راسيه النهارده. هم اللي مش هيقع بالنيد، ده يقع بالنيد وازاي بيكش بيكش. حبيب اخوك، حبيب اخوك، تعالى بتعمل ايه يا غلينا؟ مين بين عليا بس؟ كمل اللقطة يا راجل يا اسطى. لو كانوا وقعوا الاتنين كانت هتبقى حكاية يا بوت. ايوه ايوه زي ما انت كده. ايوه اخوك
السيف ها. حرام يا اسطى يا اسطى يحيى ام السيف بجد يا اسطى. بص السيف جابني منين، بص السيف جابني منين. الله يخرب بيت السيف يا عم، ثلاثه طالعين عليا وكل واحد ماسك سيف. طب ما تطلع زيهم والله كانوا هيتدبلوا يا عم. انا بس حبيت بس اشوفك انت مستوعب بقى ولا مش مستوعب ولا ايه حكايتك. ايه ده ايه ده ايه ده نختار. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة يا لهوي يا لهوي على الويب. حضرتك انت بتحب العماية، انت ساكن في العماية، انا ما بحبش العماية. وركز بقى يا مازن وركز بقى. اشتغل ايه؟ تجري جيك كده انت مرتب عجل يا ابن اللعيبه. خلع مني ازاي ده؟ بقول لك ايه يا مزيه، امسك سيفك امسك سيفك انا امسك صف انت ماسك السيف. حد وهنا على فكره. يا لهوي يا مازن تاخد السيف الجميله دي. لسه عارف انا لسه عارف الشغلانه دي انك تنفع تنط بالسيف جامده. لا مازن يلا على الثلجي. انا راجل الثلجي. ايه يا باشا حبيبي يا اسطى يا باكاشف يا ماشي. ايه ده نوك اهو نوك اهو ابدعك يا جدعان. بوم بوم شفت ما فنيش ازاي؟ يا اسطى مين البند ده؟ اجي عامل زي حاضر انا هاجي دلوقتي قلبي عمري انا كل ما اجي انا اموت. لا وانا الواد بينط علي الواد نط علي يبش على الواد يسلقني نط الى عين. اقعد بقى انت اقعد على جنب ابن اللعيبه. مسكين العيال ده. بص يا اسطى بص المنظر احي يا اسطى كام. ايه ده ايه كل ده؟ تخيل يا اسطى انا وانت كنا موجودين هنا من الاول. ايه ده في سيف اتحرك قدامنا؟ واحد اهو. ما زين رش هنا لو تفرق بدل. ما انا يا يهودي يا يهودي نجوم امتى دول مش عارف. إذا على طول ماشيين ويامانا الهوا ونعيشنا الفيديو كامل واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا استنى بس استنى اللي بصور. الو يا عم بقول انت يا عم يلا 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 طب يلا بقى هنعدي مع الوقت بقى هنعمل سباق انا وانت بقى اللي يجيب الواد الاول. طب انت مالك انت؟ طب سيبنا هايل بقى خش يا ابني حبيب اخوك حبيب اخوك سيبنا خلينا نخلص من الشغله دي. يا عم ارحمني يا اسطى الواد اللي بعيد ده رش. يا حبيبي هيل ما شاء الله رد يكون بيسخن حاجه بيسخن نيت فعلا معطولي. امسك بسرعه امسك عايزك تطلع تديها له. خلي بالك بس من نبيل طلع فوق. كابتن محش الفرمانش داخل على احمد السيد الطرف.
شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يا اسطى. الندى خدتها تحت رجلي يا اسطى. الندى خدتها قدامي كده يبقى كانها بيلي بيلي يعني عارف البيلي. كنت شوطها يا عم غبار. المفروض يعملوا الخاصيه دي. راح ماسك الندى شايفها واحده شوطه كده برجلي وداله تاني. هديله واحده كده فاهم انت او تو كده في ايه ده الوزن قال لي شوف دي امي يا امي. خلاص يا عم انت بتصور زي ليه كده ده عيال صغير. الواد بيطلع يجي من على السطح وبيطلع يجي منه نط تاني اهو. وهنا قال لك ايه بقى؟ قال لك ايه؟ قال لك واحده بقى يا عم بوع. بص بقول لك يعني هتخليهم من الشباك ده زي ما تيجي دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا فين يا رجال؟ يا اسطى كلايه حبيب قلبي كلايه اللي بعده. احيا مازن انا خدت من القلم لخصه طالب. يلا والواد طلع مازن جبته. مازن دم يا مازن دم يا حبيبي. ديب ديب يا اسطى انت خدتها وموت يا اسطى انت موت. اقعد اقعد بقى ما انا موت. الريس جت وقفت تحت رجلي ما بقتش سامع. توقف الراجل يبوش حاجه. اضرب كده يا مازن اضرب بسرعه اضرب بسرعه. بس حلو قوي. اجري اجري يا رب. هتاخدك ام الحيطة مش هخليك تخش للتاني. مش حد مش هديك مساحة مش هديك مساحة. مازن بيموت. واحد نقطة. طب يلا بينا بتاع النوج. اطلع بالسيف اطلع بالسيف ست طل. حبيب قلبي تسلم تسلم والله. يعني مش عارف مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني والله. يعني نزلت خلصت لنا الحوار. البيت عمال يسكت فعلا يا اسطى. ايه ده ايه المنظر ده؟ في سبايدر مان وفي حاجات. انا معايا بيست واحد كل ده مات. يا اسطى انا خايف انط. طب يلا ما بتضايقش بقى ما بتضايقش بقى يا محي. محي يا اسطى كم كيل؟ مش عارف يا اسطى بس اللي انا فاهمه ان في عبط حصل وعبس ومعيش فيزا كل ده. المشكله ان معيش فيزا اصلا بعد كل ده. اللي شبكنا يخلص وين. سمعتك يلا لفولي يلا. يا اسطى ده حبيبي يا مولوتوف. شو رايك يا علي كبير يا غالي؟ شوف اللي شفت الزفلة دي ازاي؟ صعبة 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 قوي صعبة صعبة صعبة.